إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الذي ورد في بكالوريا 2010 في الموضوع الأول للشعب الأدبية. قال آف الدالة العددية المعرفة على ماذا؟ على آر. إذن أولا نأتي إلى مجموعة التعريف دي آف تساوينا آر، يعني مجموعة أعداد الحقيقية. من ماذا R؟ R كما تعلمون هي من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، لأن هذا هو المجال في الأول، هذا هو المجال. بالعبارة F لX تساوي لنا 2 في X قوة 3 ناقص 9 X مربع زائد 12 X ناقص 5. وقال سي F تمثيلها البياني. السؤال الأول، أحسب نهايات ليميت f لx لما x يؤول الى الزائد ما لا نهايه ثم الى الناقص ما لا نهايه. اذا حساب النهايات، واحد حساب النهايات، ننتبه فقط هو سؤال بسيط الا انكم عليكم بالتركيز معي فقط. اذا ليميت f لx لما x يؤول الى الزائد ما لا نهايه، تبدا من ناقص ما او زائد ما لا يهم. لاحظوا معنا، ها هي العبارة أمامكم، أين تعوض؟ عوض في أكبر حد فقط، هنا في أكبر الحد، يعني الذي يحمل أكبر أس فقط، يعني تصبح ليميت ماذا؟ ليميت 2 إكس مكعب، عفوا مكعب هكذا، لما إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية، تساوي لنا ماذا؟ لاحظوا تساوي لنا ناقص زائد ما لا نهاية، وهنا عندكم الاثنان، زائد ما لا نهاية قوة ثلاثة، يعني زائد في زائد في زائد تعطي لكم مباشرة زائد ما لا نهاية، وانتهى. لو كانت عندكم هنا الناقص، هنا تصبح زائد في زائد في زائد، هي الزائد والناقص تصبح ناقص ما لا نهاية، هذه للتذكير فقط. الآن نأتي إلى ليميت f لx لما x يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، بنفس الطريقة نعوض هنا في أكبر حد، تصبح ليميت 2 x مكعب هكذا لما x يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، تصبح كم تساوي؟ نعوض تصبح 2 في ناقص ما لا نهاية قوى 3، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم ناقص في ناقص في ناقص، يعني اعملوا بأصابعكم، تعطيكم ناقص في ناقص زائد في ناقص تعطي لكم ناقص، إذا تبقى لنا النهاية هي ناقص ما لا نهاية بكل بساطة. إلا أن نحذر كذلك، لو كانت هنا عندكم ناقص تصبح ناقص في ناقص في ناقص، والناقص الذي بالخارج ناقص، يعني أربع مرات ناقص تعطي لكم زائد، يعني هنا بكل بساطة. سنكمل مع السؤال الذي جاء بعده، قال أدرس اتجاه تغيرات الدالة F. إذن هنا يعني يقصد بهذا السؤال، ننتبه، يقصد بهذا السؤال هو المشتقى وإشارة المشتقى، ننتبه فقط. إذن تغيرات، دراسة تغيرات الدالة F، لا نقول دالة F لإكس إنما نقول دالة F، لأن لو قلنا F لإكس هي عبارة فقط. إذن أول شيء سنكتب أمامكم عبارة F لإكس تساوي لنا 2 في إكس قوة 3 زائد العفو، سنقوم بجلب التمرين حتى ربما لا تختلط عنا الإشارات هكذا، لاحظوا f لx تساوي ناقص العفو هنا، إذن انتبه هكذا سأقوم بمحي ناقص، إذن هكذا قوة 3 ناقص 9 x مربع زائد 12 x ناقص 5، هذه فيما يخص عبارة الدالة. الآن نأتي إلى المشتقى، تابعوا معي كيف أشتق بطريقة بسيطة فقط.
اف فتحة لإكس يساوي، يساوي لنا اثنان، هذا الاثنان في هذا، هذا الثلاثة الذي تلاحظون هو ينزل إلى هنا، تصبح في ماذا؟ في ثلاثة، تابع في ثلاثة في إكس قوة تنقص درجة هنا للأس، هو قوة ماذا؟ هو قوة ثلاثة، يصبح قوة اثنان بكل بساطة. ناقص تسعة، هذا كذلك ينزل في ماذا؟ في اثنان في إكس قوة اثنان، اثنان ينقص له وتبقى لنا قوة واحد يعني إكس، زائد لاحظوا 12 إكس، أي عدد مضروب في إكس لما نشتق يبقى إلا العدد فقط، يعني تبقى لنا ماذا؟ زائد 12. وعندنا كذلك هذا، أي عدد لما نشتقه يعطي لنا كم؟ الصفر بكل بساطة. يعني تصبح F فتحة لإكس يساوي لنا لاحظوا 6 إكس مربع ناقص 18 إكس زائد 12، هذه هي المشتقة بكل بساطة. الآن ثم اتجاه التغير، يعني إشارة، إشارة F فتحة لإكس، يعني إشارة المشتقة، إشارة المشتقة من إشارة هذه العبارة، يعني نبحث عليها من إذن إشارة 6 إكس مربع ناقص 18 إكس زائد 12، هذه نبحث عليها بحث إشارتها. لو تلاحظون إنها من الدرجة ماذا؟ من الدرجة الثانية، والدرجة الثانية تكتب هكذا A X مربع زائد B X زائد C. لاحظوا إلى الـ A كم يساوي، ها هو الـ A أمامكم، وها هو الـ B، وها هو الـ C، يعني A 6 B ناقص 18 الـ C 12. بما أنها معادلة من درجة ثانية، عندها قاعدة، قاعدة ماذا؟ قاعدة المميز، نقوم بحساب المميز دالتا. تابعوا فقط، الأمور بسيطة، إلا أني أنصحكم باستعمال كراس وقلم لأنها رياضيات ليس مسلسل أو ما تلك ذلك، يعني تحتاج إلى تركيز وكتابة الحل. إذا تابعوا جيدا. إذا يصبح دالتا يساوي لنا قانونه المشهور هو B مربع ناقص 4 في A C، هكذا يصبح دالتا يساوي لنا الB، ها هو الB أمامكم، يصبح ناقص 18 مربع ناقص 4 في A 6 في ماذا؟ في C 12. دالتا يساوي، سنقوم باستخراج الآلة الحاسبة، إذا ننتبه، إذا قلت سنستخرج الآلة الحاسبة كي أعمل بها، إذا قلنا 18 مربع، تابعوا فقط، تعطي لنا 324، إذن 324 ناقص هذه في هذه كم؟ تعطي لنا 24، لماذا؟ في 12، إذن يصبح دالتا يساوي 324 ناقص، سنكمل، ناقص ماذا؟ ناقص 24 في ماذا؟ في 12، تعطي لنا 200، تعطي لنا 288، ننقصها من 324،
تعطي لنا بكل بساطة إذا النتيجة النهائية. إذا هكذا سنقوم ب بمحي هذه يعني مباشرة، نعطيكم النتيجة. إذا أنتم قوموا بالحاسبة، دالتا يصبح كم يساوي؟ يساوينا 36. هل يمكن وضع دالتا تحت الجذر؟ نعم، لأن دالتا عدد موجب، يعني أصبح هكذا جذر يساوينا ماذا؟ جذر 36 كم يساوي؟ يساوي 6، يعني لأنه جذر تام. يصبح المعادلة لها المعادلة أو هذه العبارة، العبارة لها حلان متميزان، يعني ليس يساوي بعضهم البعض، يعني مختلفان. إذا كان 5 مثلا 14 أو ما أشبه ذلك، لأن لا يساوي 5. تابعوا جيدا. يصبح إكس واحد يساوي لنا القانون المشهور هو ناقص ب ناقص جذر دالتا على 2 أ، هذا قانون العام، يساوي لنا نعوض فقط البي. ها هو البي أمامكم مع الناقص، هذا الذي الناقص تلاحظونه هنا، يصبح زائد 18 ناقص جذر دالتا. ها هو الدالتا، ها هو جذره، ناقص 6 على 2 أ. كم هو الأ؟ هو 6. ماذا يصبح لديكم؟ يصبح إكس واحد يساوي لنا، لاحظوا بين هذا وهذا 12 على ماذا؟ على 12. أكيد ستعرفون الإجابة هي 1. إذا إكس واحد، إذا هذه القيمة أولا تعدم المشتقة، يعني هذه القيمة تعدم هذه العبارة. نأتي إلى إيجاد القيمة الثانية. تابعوا فقط، الأمر بسيط لكنكم عليكم بالمتابعة. تابعوا، إكس اثنان يساوي لنا ناقص بي ناقص زائد جذر دالتا على 2 في أ. يصبح إكس اثنان يساوي لنا، تعلمون أن البي قلنا يساوي ناقص 18، ها هو أمامكم، يعني يصبح 18 زائد جذر دالتا، ها هو الجذر دالتا، 6 على 2 في أ. كم هو الأ؟ ها هو الأ، هو 6. تصبح إكس اثنان يساوي لنا 24 على 6. إذا إكس اثنان كم يصبح يساوي لنا؟ العفو هنا على 12، العفو على هذه الأخطاء التي تحدث. تعطي لنا كم؟ تعطي لنا 2. إذا أين تنعدم المشتقة؟ تنعدم عند إكس واحد يساوي إكس اثنان يساوي لنا 2، وإكس واحد يساوي لنا 1. ويمكن أن نسمي هنا إكس اثنان وهنا إكس واحد، يعني هذه التسميات مجرد تسميات فقط، يعني احذروا من هذا الكلام. ربما تقولون أن يجب أن نجد أن إكس اثنان هو 2 وإكس واحد هو 1. لا، يمكن أن تجد إكس اثنان هو 10 وإكس واحد هو 5 أو هو 0. هذه الأشياء يعني لانتبهوا إليها، يعني أن تأخذها بعين الاعتبار. سنأتي إلى إشارة المشتقة. إذن ها هي، نأخذ المشتقة أمامكم، ها هي المشتقة. إذن F فتحة يساوي 6X مربع ناقص 18X زائد 12، سنقوم بإشارتها. إذن إشارة F فتحة إكس، يعني نقوم بجدول الإشارة، يعني جدول الإشارة. تابعوا جيدا فقط كيف نقوم بتعيين جدول الإشارة بطريقة بسيطة جدا. تابعوا، إذا هنا إكس معرف من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، وهنا إف فتحة لإكس. عند ماذا وجدناها تنعدم؟ ها هي أمامكم، عند الواحد والاثنان. وذكر إخواني الطلبة، الترتيب هنا ضروري، هنا الصغير وهنا يأتي الكبير، لا تجعل هنا اثنان وهنا واحد، لأن نحن ذاهبين هكذا من ناقص من زائد من، يعني هذا الاتجاه. إذا هذه القيمتان ماذا تفعل للمشتقة؟ ستعدمها هكذا، هذه القيمة وكرر ستعدم المشتقة، يعني سأنزع لكم ربما هذه الأشياء. تابعوا فقط. سنأتي إلى كتابة عبارة المشتقة أمامكم حتى يعني تعرفوا كيف نملأ هذا الجدول. إذا F فتحة لإكس
تساوي لنا قلنا ماذا؟ أعطت لنا 6x مربع ناقص 9x زائد ماذا؟ زائد 12. ربما للتأكيد ها نعيد أمامكم المشتق، ها هي. إذن العفو كان خطأ، يعني 6x مربع ناقص 18x. نعم كان خطأ، نتأسف على هذا الخطأ الذي يحدث. لاحظوا، يعني قلنا ناقص 18x، ها هي المشتقة أمامكم. كم قيمة الـ A؟ ها هو الـ A، إنها 6، فهو موجب، يعني أكبر من الصفر. لو كانت ناقص 6 سالب، ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة هنا خارج مجال الجذرين، يعني هنا في هذا المكان، تقول نفس هذا. هذا كيف هو؟ موجب. إذن هنا هكذا وهنا هكذا. وبالداخل ماذا تقول؟ وهنا بالداخل، يعني هنا ماذا تقول؟ تقول عكس. لو كان هنا، انتبهوا، كان A مثلا سالب، يعني ناقص 6، تجعل هنا ناقص وهنا ناقص وهنا زائد. احذروا من هذه الأشياء، يعني كي لا تقعوا فيها إخواني الطلبة. إذن تغيرات سنكمل، يعني مع السؤال قال الآن ماذا نقول؟ نقول هكذا، تابعوا فقط، نقول الدالة، نقول الدالة F متزايدة على المجال ما هو؟ لاحظوا ها هو المجال الذي تتزايد فيه، يعني الذي فيه الزائد، من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى الواحد، اتحاد، هذا رمز الاتحاد، اتحاد ماذا؟ اثنان زائد ما لا نهاية، هكذا. هذه هنا متزايدة، يعني فيها كلمة حرف زائد، إشارة زائد. ومن بعد الدالة F متناقصة على المجال ما هو؟ ممكن نكتب كلمة المجال. ما هو المجال إخواني الطلبة؟ المجال هو الذي بقي لنا، هو من الواحد إلى الاثنان. قمنا بغلقه مرة ونفتحه مرة، أو قوموا بغلقه مرة ثانية، يعني هكذا ربما قيل لماذا. نفتحه عند ما لا نهاية، يجب أن يكون مفتوح فقط. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، لو تلاحظون سنقوم بالسؤال. ثم قال شكل جدول التغيرات، شكل جدول التغيرات. سنقوم بتشكيل جدول التغيرات أمامكم، تابعوا معي فقط. أولا سنقوم برسمه، لاحظوا فقط، ها هو جدول التغيرات، يعني هو ملخص كل ما قمنا بالعمل من قبل. لاحظوا هكذا، أنا كنت أقدر أن أرسمه قبل بداية الفيديو، لكن هكذا حتى تتعلموا معي كل شيء، يعني أنتم تتعلمون كيف تنشئوا أو أنشئوه معكم. هكذا ماذا يكتب هنا؟ يكتب هنا X، هنا تكتب ناقص ما لا نهاية زائد ما، يعني الدالة أين معرفة؟ لو كانت معرفة مثلا من 1 إلى 5، تكتب هنا 1 وهنا 5، هذا للتذكير فقط إخواني الطلبة. وهنا F فتحة لماذا؟ لX، يعني مشتقة. وهنا يكتب F لX. هذا يا أبناء يا إخواني، هذا محور الفواصل، هذا المحور هو محور الفواصل، وهذا محور الترتيب، يعني Y، وهذه إشارات فقط. أين انعدمت المشتقة للتذكير؟ ربما نسيتم، لاحظوا انعدمت عند هذا وهذا. لاحظوا هنا الزائد وبالداخل ناقص، يعني هكذا انعدمت المشتقة عند الواحد وعند الاثنان. إذن هكذا، هذا الرمز هو كلمة انعدمت، يعني يجعلها تساوي الصفر. قلنا هنا زائد ناقص زائد، قمت بنقل جدول الإشارات المشتقة. الآن سنقوم بالمل أمامكم، إشارة زائد يعني هكذا، العفو، سنقوم بالمل بالمسطرة هكذا، يعني حتى يكون له هكذا ثم هكذا ثم هكذا. تابعوا، سنقوم بتعيين أسهم، العفو، هكذا هذا سهم
وهذا سهم، نحن لأننا نتجه بهذا الاتجاه. لا يمكن وضع يعني أحدكم يأتي بالاتجاه هكذا، لا، أو يجعله هكذا، لا لا، نحن ننطلق بهذا الاتجاه. إذا احذروا من هذه الأفعال التي ربما تكون لا يجدونها الطلبة. وجدنا النهاية هنا بدون ما وجدناها النقص ما لا نهاية، أرجعوا الفيديو سترجعون ذلك. وهنا كذلك وجدنا الزائد ما لا نهاية. بقيت لنا هنا، هنا كما تلاحظون، لاحظوا x كم؟ x يساوي لنا 1، يعني تصبح f لواحد. يعني هنا نعوض في، ليس في المشتقة، اذكروا لاحظوا نحن في مجال الاف، يعني نعوض في f، والاف هي الدالة، ها هي أمامكم. وهنا ماذا؟ f لاثنان. سنقوم بالتعويض أمامكم، f لواحد يساوي في مكان الx هنا وهنا وهنا، نعوض بكلمة واحد، ماذا تصبح؟ تصبح اثنان في واحد قوة ثلاثة ناقص تسعة في واحد مربع زائد 12 في واحد ناقص خمسة. واحد في واحد في واحد هو واحد، في اثنان هو اثنان. واحد في واحد مربع، واحد في واحد هو الواحد، في تسعة ناقص تسعة، أنا أعوض فقط، زائد 12 ناقص خمسة. لو تلاحظون إلى هذا وهذا كم؟ يعطي لكم 14. وهذا وهذا ماذا؟ ناقص، ناقص 14. إن لم تجدوا ذلك فقوموا بالآلة الحاسبة. يعني إذا عندنا ناقص 9 مع ناقص 5 ناقص 14، و 12 مع الاثنان تعطينا كم؟ 14. إذا هنا نجد كم؟ نجد هنا، سأقوم بمحي هذه القيمة f لواحد ونملأها بقيمة التي وجدناها تساويها، ما هي؟ هي الصفر بكل بساطة. الآن نقوم بحساب ماذا الآن؟ لاحظوا عوض في الدالة بماذا؟ بالاثنان، تصبح f لاثنان يساوي لنا بكل بساطة كيف؟ اثنان في اثنان قوة ثلاثة ناقص تسعة في اثنان مربع زائد 12 في اثنان ناقص خمسة. لاحظوا اثنان في اثنان في اثنان، ربما فيه طلبة كثيرين يقول ستة، لا لا، هي ثمانية. ثمانية في اثنان 16. هنا اثنان في اثنان أربعة، أربعة في تسعة ناقص 36 زائد ماذا؟ زائد 24 ناقص خمسة يساوي لنا، تابعوا فقط، لو نأتي إلى هذا وهذا كم؟ 40. ونأتي إلى هذا وهذا كم؟ ناقص 41. نعم ناقص 41، كم يعطي لكم؟ ناقص 1. إذن هنا وجدنا الصفر، وهنا كم وجدنا؟ الواحد. نأتي بهذه القيمة يا إخوان الطلبة نعوضها هنا بكل بساطة. إذا نكرر، هذه تعطي لكم ماذا؟ 40، وهذه تعطي لكم ناقص 41. نقوم بالآلة الحاسبة تعطيكم ناقص 1، إذا نقوم بمحي هذه القيمة مثلا ونعوضها بما يساويها مباشرة حتى لا تختلط علينا الأمور، تعطينا كم؟ وجدناها ناقص 1. ونقوم بغلق الجدول مباشرة هكذا. الآن قمنا بتعيين جدول تغيرات هذه الدالة فقط. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، بين أن النقطة إي ذات الإحداثية 3 على 2 وناقص نصف هي نقطة انعطاف للمنحني سي إف. سؤال بسيط لكن عليكم بالمتابعة معي. البرهان أن، أكتب السؤال، الجواب برهان أن إي نقطة انعطاف لسي إف. إخواني الطلبة، نقطة انعطاف لها شروط عليكم بحفظها. إذا إي نقول يقبل سي إف نقطة انعطاف إذا المشتقة
تابع المشتقة الثانية، يعني المقصد بذلك هي هذه، يعني هذه اف هكذا. الشرط الثاني تنعدم، هذا شرط، هذا ألف، هذا باء، وتغير جيم وتغير إشارتها. يعني إذا وجدنا هذه الثلاث معطيات فالنقطة فهي نقطة انعطاف، هذه تصبح نقطة انعطاف. تابعوا جيدا، نأتي إلى الدالة. ها هي الدالة، نقوم باشتقاقها المرة الأولى، وبالرغم أن قمنا باشتقاقها المرة الأولى يعني تصبح هكذا المشتقات الأولى. أنا لم أقل المشتقة الثانية، انتبهوا، قلت المشتقة الأولى هي قلنا 6x مربع ناقص 18x زائد 12، ولكن هو قال ماذا؟ المشتقة الثانية، يعني نشتقها مرة ثانية هكذا f فتحتين لx. لاحظوا هذا في هذا، تعطي لكم 12 وينزل بدرجة x، وهذا في هذا، أي عدد قلنا في x يبقى إلا العدد، ومشتق أي عدد هو الصفر. ها هي المشتقة الثانية، الشرط الأول تحقق. نأتي إلى الشرط باء، مشتق تنعدم، يجب علينا أن نجدها تنعدم، يعني كيف؟ لاحظوا نجعلها تساوي الصفر، يعني هكذا نجعلها 12 x ناقص 18 تساوي الصفر. سنقلب هذا إلى هذه الجهة، تصبح 12 x يساوينا كم؟ 18. بما أن هذا في هذا، يعني تنقرأ 12 في x، فإن هذا ينتقل به وبإشارته إلى المقام، يصبح x يساوي 18 على ماذا؟ على 12. إخواني الطلبة سنكمل الحساب، x لاحظوا يساوي لنا، ما رأيكم هذا ما هو؟ هو 6 في 3 والمقام هو 6 في 2. نختزل هذا مع هذا، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم 3 على 2. لاحظوا ها هي الإكس كم؟ هذا إكس وهذا إيغريك، الإكس هو 3 على 2، ها هو. بقي الشرط الأخير، تغير إشارتها. سنأتي ونشكل جدول إشارة صغير للمشتقة الثانية، تابعوا جيدا هكذا. ها هي المشتقة الثانية، ها هي أمامكم، هنا x من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. عند ماذا وجدناها تنعدم؟ لاحظوا عند 3 على 2، 3 على 2 لاحظوا، لكن هي معادلة من الدرجة الأولى. لاحظوا ها هي معادلة، إنها معادلة من الدرجة الأولى. ها هي قيمة الـ a، a هنا أصبح هو العدد الذي مضروب في x هو 12. هل هو موجب أم سالب؟ هو موجب. ماذا تقول القاعدة هنا؟ قاعدة هنا تقول نفس هذا، إشارته موجبة، إذن هنا الزائد وهنا عكس. إن لم تفهموا اجعلوها بأيديكم، يعني اليد اليمنى يد الخير يعني زائد، واليد اليسرى هي يد الشر يعني ناقص، بكل بساطة يعني زائد ناقص عكس نفس هكذا، يعني للتلميح فقط وللتذكير. نأتي إلى هل تحققت كل الشروط؟ نعم تحققت، ومنه إي نقطة انعطاف، لأن الشروط الثلاثة تحققت. إحداثيها ما هي؟ عند ماذا؟ عند إكس تساوي لنا كم؟ 3 على 2. سنعوض هذه القيمة في الدالة، انتبهوا فقط كيف أعوض، تصبح f لثلاثة على 2 تساوينا ماذا؟ 2 في 3 على 2 مكعب ناقص 9 في 3 على 2 مربع زائد كم؟ سنأتي إلى كتابة، أخذ العبارة من هنا. نعوض الآن في الدالة، قلت نعم ناقص 9x مربع زائد 12x ناقص 5 زائد 12 في 3 على 2 ناقص 5 تساوي لنا 3 في 3 في 3، هنا 2 في 27 على 8 ناقص 3 في 3 9 في ناقص 9 ناقص 81، العفو
81 على ماذا؟ على 4، لأن مربع البسط ومربع المقام. زائد هذا في هذا 36 على 2 ناقص 5. تابعوا جيدا، يعني العملية بسيطة، إلا أنا تابعوا معي، لأن أعرف أنكم تكرهون الكسور، ولكن هي أمر قد فرض عليك، يعني لا هروب منه. تابعوا فقط، الأمر بسيط. هنا قلت تصبح 3 في 3 في 3 هي 27، وهنا 2 في 2 في 2، اجعلوا بالآلة الحاسبة، وهنا 3 في 3 9، وهنا 4، البسط في البسط، وهنا المقام في المقام، يعطي هكذا كما تلاحظون بهذه البساطة. سنكمل، تصبح كم؟ لاحظوا سأختزل هذا مع هذا، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم 27 على ماذا؟ على 4 ناقص 81 على 4، سأوحد المقامات، زائد سنضرب هذا في 2 وهذا في 2 لتوحيد المقامات، تعطي لكم 72 على 4، ناقص نوحد المقام في هذا 4 على 4، تعطي لكم ناقص 20 على ماذا؟ على 4. المقام موحد، يعني تصبح اف لثلاثة على 2 تساوي، بما أن المقام واحد نجعل هكذا 4، 27 ناقص 81 زائد 72 ناقص 20. سأقوم بإخراج الآلة الحاسبة وأعملها مثلكم، يعني هكذا، يعني ماذا؟ 27 ناقص 81 زائد 72 ناقص 20، أعطت لنا ناقص 2 على 4. تابع، يعني بالآلة الحاسبة، ناقص، ننتبه، ناقص 2 على 4. نختزل، من هنا 2 ومن هنا 2، كم تصبح؟ F لثلاثة على 2 أعطيت لنا ناقص نصف. لاحظوا إذن إي إحداثيها 3 على 2 وناقص نصفها هي أمامكم، ربما ها هي أمامكم، يعني إحداثيات إي ها هي أمامكم، أنا أوضحها هنا، ها هي. إذن نحن على صواب. ثم قال أكتب معادلة المماس عند النقطة إي، معادلة المماس عند النقطة إي. تابعوا جيدا، هو سؤال بسيط إلا أنكم عليكم بالانتباه معي. إذا معادلة المماس دالتا عند ماذا؟ عند إي، أمر بسيط إلا أنكم عليكم بالمتابعة فقط. معادلة المماس هي قانون يحفظ، إي جراج يساوي نا إف فتحة لأ، أ هذا مكتوب هو أ في إكس ناقص أ زائد إف لأ. ها هي الإي أمامكم، أعيد كتابة الإي، هي 3 على 2 وماذا؟ وناقص 1 على 2. تابعوا جيدا، يعني هذا هو الإكس، هذا هو الأ، هو الإكس هو الأ، يعني هذا هو الأ، يعني تصبح هكذا إي جريج يساوي إف فتحة لماذا؟ 3 على 2 في إكس ناقص 3 على 2، أن قلت هذا هو الأ، هذا هو يمثل الأ، الإكس زائد إف، العفو، زائد إف لثلاثة على 2. تذكروا إف لثلاثة على 2 هنا قمنا بحسابها كم؟ ها هي أمامكم، هي ناقص نصف. إذن هذه مباشرة تعطي لكم، قلنا ناقص نصف. يبقى لنا هنا نعوض في ماذا؟ لاحظوا في المشتقة، ليس في المشتقة الثانية، إنما في المشتقة نعوض، يعني تصبح أن هكذا F فتحة لثلاثة على 2، سنقوم بكتابة المشتقة أمامكم حتى يعني تظهر، F فتحة لX تساوي أن قلنا 6X مربع، أنا أشتق هنا فقط، ناقص 18 إكس زائد 12. هيا نعوض بماذا؟ بثلاثة على 2، تصبح تساوي 6 في 3
ثلاثة على اثنان مربع ناقص ثمانية عشر على في ثلاثة على اثنان ناقص زائد ماذا؟ زائد 12 تصبح تساوي لنا 6 في 9 على 4 ناقص هذا في هذا كم؟ تعطينا 54. قوموا بالآلة الحاسبة على ماذا؟ على 2 زائد 12 هذا في هذا كم؟ يعطي لنا أو نختزل هذه مع هذه تصبح 3 في 9 على 2. اختزلت الاثنان من تحت ومن الفوق وعندكم هذا مع هذا يعطي لكم ناقص 27. قوموا بالآلة الحاسبة تعطي لكم 27 زائد 12 تساوي لنا كم؟ لاحظ تعطي لنا 27 على 2. عندكم هذا مع هذا كم؟ يعطي لنا ناقص 27 زائد 12. إن لم تجدوا الحساب قوموا بالآلة الحاسبة، يعني إن خفتم أن يعني يحدث لكم خطأ يعني تعطي لكم هكذا ناقص 27 زائد 12 تساوي لنا ناقص 17 تعطينا ناقص 17. يعني بكل بساطة يعني الإنسان عليه أن يكون حكيم في الحساب. نوحد المقامات هكذا تعطي لنا كم؟ تعطي لنا 27 ناقص 4 ماذا؟ 34 على 2 لأن هذا في هذا يعطي لكم كم؟ يعطي لكم 34 تساوي لنا كم؟ لاحظوا هنا 3 تعطينا ناقص 7 ناقص 7 على 2 لأن قلنا 27 ناقص 34 يعني 27 ناقص 34 يعني ربما إن خفتم أن يحدث لكم خطأ نعم إذا تعطي لنا ناقص ماذا؟ ناقص 7 على 2. نأتي بهذه القيمة إخواني الطلبة ونعوضها في هذا المكان. ماذا يصبح لديكم؟ تابعوا فقط. إذا قلنا وجدنا ناقص 7 على 2 يصبح إي يساوي لنا ناقص 7 على 2 في إكس ناقص 3 على 2 زائد وجدنا قلنا هذه وجدنا ها هي ناقص تابعوا هي ناقص نصف نكمل إي تابعوا جيدا إي يساوي لنا ناقص 7 على 2 إكس والناقص والناقص يعطينا زائد البسط في البسط والمقام في المقام تعطينا 21 على 4 ناقص نصف يصبح Y يساوي لنا ناقص 7 على 2 X سنقوم بتوحيد المقام هكذا في 2 في 2 تعطي لنا 21 ناقص 2 تعطينا ناقص تعطينا زائد 19 على ماذا؟ نعم على 2 على 4 عفوا على 4 ها هي معادلة دالتا معادلة دالتا بكل بساطة هذه هي معادلة دالتا وأتمنى أن لم لا أكون مخطئ يعني في الحساب إذا هنا أكرر ناقص 7 على ناقص 7 إكس على 2 نعم وهنا ثم ننشر ناقص 21 بالعفو على 4 ناقص نصف قمت بتوحيد المقام هنا تعطي لكم 21 ناقص 2 اللي هي 19 والمقام هنا موحد يعني على 4 إذا تعطي لنا كما تلاحظون هذه هي القيمة التي وجدناها لمعادلة المماس دالتا إذا هذه هي معادلة دالتا نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده قال خامسا تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي X فإن إذا تحقق أن
اف لإكس تساوي لنا إكس ناقص واحد مربع في اثنان إكس ناقص خمسة. هكذا كيف نفعل؟ لاحظوا كلمة هذه كلمة اف لإكس، ولاحظوا إلى هذه الكلمة اف لإكس، يعني كلمتان متساويتان. بما أن الكلمة متساوية فإن هذه العبارة تكون تساوي هذه العبارة، وإلا هناك خطأ. لكن هو قال لأثبت أن هذه العبارة تساوي هذه العبارة، كيف نفعل؟ نقوم بنشر هذه العبارة فنجدها مباشرة هي هذه. تابعوا كيف نقوم بعملية النشر. النشر تعرفون هو أمر بسيط، تصبح F لX يساوي، لاحظوا ربما هنا فيه طلبة كثيرين لا يحفظون جداء الشهر، نحن لا نعمل بجداء الشهر، نعمل بأمور بسيطة أكثر منها. تعرفون أن مثلا A مربع ما هو؟ هو A في A، يعني هذه العبارة X ناقص واحد مربع هي X ناقص واحد في نفسها X ناقص واحد في هذه، هذه لا دخلنا فيها، في اثنان X ناقص ماذا؟ ناقص خمسة. تابعوا سنقوم بالنشر، سنجد عبارة الدالة الأولى تصبح f لx تساوي، نقوم بالنشر، هذا في هذا x مربع، وهذا في هذا زائد ناقص x، وهذا في هذا ناقص x، وهذا في هذا زائد واحد، الكل مضروب في 2 x ناقص 5. يعني نستعمل يقولون أن الأولوية للقوة. تابعوا جيدا، إذا ماذا يعطي لكم؟ يعطي لكم f لx تساوي ماذا؟ تساوي نقوم هنا بالحساب، تصبح إكس مربع، وعندكم ناقص إكس وناقص إكس، يعني ناقص حبة وناقص حبة يساوي ناقص حبتان، يعني هكذا إثنان إكس زائد واحد في إثنان إكس ناقص خمسة. الآن نقوم بعملية النشر مرة أخرى، تابعوا جيدا، تصبح إف لإكس يساوي، انشروا الآن، قوموا بعملية النشر هكذا، إكس قوة اثنان في إثنان إكس مربع يعطيكم 2 x مكعب، لأن جمع القوى، وهنا في هنا كم؟ x مربع في ناقص 5 يعطينا ناقص 5 x مربع، وعندكم هذا في هذا ناقص 2 x في 2 x تعطي لكم ناقص 4 x مربع، وعندكم كذلك هذا في هذا ناقص 2 x في ناقص 5 يعطينا 10 x. تابعوا فقط، وعندنا الحالة الأخيرة التي هي واحد في اثنان إكس تعطي لكم زائد اثنان إكس، وعندكم واحد في ناقص خمسة تعطي لكم ناقص خمسة، تصبح F لإكس يساوي، هذه القوة لا يوجد أخوها أو لا يوجد من يساويها، تبقى هكذا، وعندي هذا مع هذا كم؟ ناقص تسعة إكس مربع، وعندي هذا مع هذا كم؟ زائد 12 إكس، وعندي هذا فريد يعني لوحده، لاحظوا يا ترى ما هي هذه العبارة؟ أليس هي F لي إكس؟ لاحظوا إنها نفسها، إذا قمنا بالبرهان، يعني نقول هنا ومنه فقط بكل بساطة، ولكن هذا السؤال لم يطرح عبثا، وإنما طرح لهذا السؤال الذي جاء بعده، استنتج. نعم هي دالة رائعة على كل حال الذي يحب أن يراجع الدالة كثيرة الحدود، لأنها سؤال دالة شاملة. استنتاج، استنتاج ماذا؟ استنتاج نقط تقاطع سي اف مع حامل محور الفواصل. بما أن استنتاج يعني لاحظوا جيدا، كلمة استنتاج يعني يقول معناه استنتاج معناه مع محور الفواصل معناه إكس، إكس فتحة تقاطع سي إف، يعني مع هذا محور الفواصل، هذا يسمى محور الفواصل. محور الفواصل هو نفسه قاعدة هي إيكلاد يساوي الصفر، هذه قاعدة، هو دائما محور الفواصل يسمى إيكلاد يساوي الصفر، وكلمة إيكلاد كررتها عدة مرات، قلت هي نفسها F لX، وكأنما تصبح F لX ماذا تساوي؟ لاحظوا تساوي صفر، يعني F لX تساوي الصفر، F لX تساوي الصفر، نأخذ هذه العبارة
ونجعلها تساوي الصفر، ماذا تصبح؟ تصبح هكذا: x ناقص 1 مربع مربع في عفو في 2 x ناقص 5 يساوي الصفر. لماذا لم أخذ العبارة الأولى؟ لأن العبارة الأولى هي معقدة جدا، لأن من درجتي الثالثة. أخذت هذه العبارة التي هي محللة. عندكم قاعدة A في B يساوي الصفر، يا إما A يساوي الصفر أو B يساوي الصفر، هذه قاعدة. ها هو الـ A، يعني يكفي x ناقص 1 مربع يساوي الصفر، أو هذا هو الـ B، أو 2 x ناقص 5 يساوي الصفر. تابعوا، بما أنها مربع، مربع يساوي الصفر، والصفر موجب، الصفر عدد موجب، وهذا موجب، مباشرة يجعله هكذا: x ناقص 1 يساوي الصفر. يذهب التربع مباشرة، ولو كانت مكعب يذهب، ولو كانت قوة 10 يذهب، يصبح x ناقص واحد يساوي صفر. سنرجع هذا إلى هذا الطرف، يصبح x يساوي كم؟ 1. نكمل مع هذه، تصبح 2 x يساوي، نرجع هذا إلى الطرف، تصبح 5. وبما أن هذا وهذا في، تصبح x يساوي 5 على ماذا؟ على 2. إذا سمينا تلك النقطتين، هو يعني يقطع في نقطتين. النقطة الأولى هي نسميها A، حداثية لاحظ هي 1، والإيكغراك ها هو أمامكم. قمنا من الأول أنه قلنا يساوي الصفر، والنقطة B هي 5 على 2، وإيكغراك دائما هو الصفر، أنها محور الفواصل، هكذا بكل بساطة. يعني نأتي إلى السؤال الأخير، قال: أرسم دالتا وسي اف. أرسم دالتا وسي اف، هذا سؤال كثير من الطلبة يعني يخافونه من صعوبته. أولا سنقوم برسم جدول التغيرات هنا أمامكم. تابعوا جيدا، تابعوا جيدا، ربما كانت الدالة طويلة ولكن هكذا. أتمنى أولا أن تستفيدوا من هذه الأشياء بالدرجة الأولى. لاحظوا هنا إكس، العفو، هنا إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، مشتقة عديم عند 1 و2، ولهذا أنصحكم بكتابة نص التمرين والحل. زائد زائد ناقص، هنا F فتحة لـ X، وهنا F لـ X، جاءت هكذا ثم هكذا ثم هكذا، وجدنا هنا الزائد ما لا نهاية، وهنا الناقص ما لا نهاية، وهنا لا تذكروا الصفر، وهنا كم؟ ناقص 1. للتذكير ربما فيكم من يتساءل: من أين أتيت بهذه المعطيات؟ أتيت بها من التمرين، أتيت بها من التمرين. ها هو التمرين أمامكم، ها هو جدول الإشارة، ثم ذهبت إلى جدول التغيرات، ها هو جدول التغيرات، ربما أنتم نسيتم ذلك، ها هو جدول التغيرات أمامكم، تذكروا ذلك، ها هو أمامكم. إذا نحن على صواب، انتبه، ها هو أمامكم. وعندنا ماذا؟ عندنا نقاط التقاطع. سنقوم الآن برسم المعلم أولا. لاحظوا، سنقوم برسم المعلم هكذا وهكذا. هنا إيكغراك، وهنا ماذا؟ إكس. تابعوا فقط، هو قال أرسم دالتا وسي اف. سنرسم سي اف هو الأول حتى يعني يتضح لكم الرسم، حتى لا يأتي الرسم يعني مشوه. لاحظوا جيدا، عندنا نقاط التقاطع قد وجدناها الآن، ها هي أمامكم، هي 1 و0 و2 و5، لأن 5 هي على 2 هي 2 و5. يعني أولا نأتي بنقاط التقاطع، نقوم برسمهم. ها هي، نقوم هكذا، قلنا ماذا؟ 1 و0، إذا النقطة A هذه هي النقطة A، النقطة B هي 2 و5، 2 و5 هي النقطة B، هنا B، أن هنا 1 و2 هكذا. الآن ماذا عندنا كذلك؟ عندنا نقطة الانعطاف هي 3 على 2، يعني 1 و5، 1 و5 هاي هو 1 و5، مع ماذا؟ 1 و5 مع الناقص نصف، يعني هنا
هو النقص، لأن هو الناقص واحد، هو الناقص. تابعوا جيدا، الرسم أمر بسيط إلا أنكم عليكم بالتركيز معي. لاحظوا إلى هذا الجبل، ها هو مثل الجبل، لاحظوا ها هو. كم هو الإحداثيات؟ إكس كم؟ ها هو إكس كم؟ إكس هو الناقص وهو الواحد، والإجراك إذا قلت هذا دائما يمثل الإجراك، هو التراتيب. إكس واحد، ها هي إكس واحد، ها هو الإكس واحد، والإجراك كم؟ إكس واحد والإجراك صفر، يعني في تلك النقطة مباشرة. عندي جبل، نرسم شيء مثل الجبل هكذا. تابعوا فقط. الآن هكذا، نعم، حتى يتضح لكم الأمر. تابعوا جيدا هكذا، أكبر هذا الشيء حتى يتضح لكم الأمر كما ينبغي. لاحظ، وعندنا ماذا؟ وعندنا حفرة، لاحظوا مثل الحفرة، يعني إكس كم؟ الإكس هو اثنان، ها هي الاثنان، والإجراك كم؟ هو الناقص واحد، ها هو الناقص واحد، إنها مثل الحفرة هكذا. الآن الرسم أصبح عادي، كيف؟ لاحظوا هو من هنا يصعد، ها هو صعد ثم نزل إلى هذه الحفرة، لاحظوا ها هي مثل الحفرة، يعني أنا أشرح بهذه الطريقة، ثم أحد أخذ يصعد هكذا، نفس الشيء، يعني هنا كان صاعد، كان صاعد هكذا، هكذا صعد، لا يهم من أين جاء، هكذا، ثم أخذ هنا وصل إلى الجبل، ثم أصبح ينزل، وصل إلى نقطة انعطاف توقف. ثم من هنا قوم بالرسم هكذا، يعني بنقطة انعطاف، يعني يأتي ينعطف يتغير، ثم عاد وصعد عند نقطة، ذهب إلى النقطة ب، يعني لا يتقاطع معها هكذا. تابعوا هكذا، ثم أصبح يزيد، لاحظوا ها هو الرسم، يعني بطريقة سليمة جدا هكذا، ويكفيكم، يعني لا تزيدوا في 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 في, في الرسم، يكفيكم هذا. الآن بقي لنا ماذا؟ الدالتا. الدالتا بكل بساطة، لاحظوا ها هي نقطة الانعطاف، ها هي نقطة انعطاف اي، هذه هي النقطة اي. ذات الإحداثيات كم؟ واحد ونصف وناقص نصف، هنا ناقص نصف 0.5، وهنا واحد ونصف، هي 3/2. نقوم برسمه بطريقة بسيطة جدا، لاحظوا هو من شروطه أنه يخترق المنحنى هكذا، ما هو المستقيم؟ ماذا؟ دالتا، بأمر بسيط جدا، لاحظوا هكذا، ها هو الرسم أمامكم، أنا قمت بتكبيره حتى يتضح للجميع، وأتمنى من الله عز وجل أن يعجبكم الشرح. وإن تم أو وجدتم خطأ فنعتذر على الخطأ، لأن هو شيء فوق طاقتنا. وأتمنى أن تزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو لتشاركوا في صفحتنا ليصلكم جديدنا إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق في البكالوريا، ولا تنسوا استعمال الكراس والقلم لنقل الحل، وجزاكم الله خيرا.